السلام عليكم لويزة دياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. وانتم ان شاء الله تشاهدوا هذا الفيديو. لويزة ديالي كما كتشوفوا اليوم غندير لكم هذا التطبيق اللي بزاف ديال الاخوات اللي راهم اتصلوا بيا وصيفطوا لي في انستغرام عجبتهم يعني رشيمات ديال بنات عساس. ان شاء الله غادي ندير لكم كما ديجا درت لكم حصه يعني فيديو اخر زواقه اخرى، وان شاء الله هذيك الزواقه اللي ديجا درتها لكم غنخدمها لكم بالبونتي ديكرو ونخدمها لكم بطريقه تونسي اخرى ان شاء الله. الويزه ديالي اليوم غندير معكم هذا التطبيق هذا. بالنسبه لهذا التطبيق ركزوا معايا شنو غنقول لكم. بالنسبه لهذا التطبيق هذا كيجي في نص الطوق، كنخليو 7 سنتيم في الطول وعاد كنحطو الخدمه ديالنا. ركزوا معايا، 7 سنتيم عاد كنحطو الكانفا ديالنا باش نخدمو الخدمه ديالنا. بالنسبه لهاد الرشمه البنات ضروري تجيكم يعني نص هاد الرشمه هادي، النص ديالها خاصكم تجي بلاصه الخياطه. ركزوا معايا شنو كنقول لكم. وبزاف ديال التعاليق اللي كنلقى ديال العنق بالنسبه للكانفا البنات، الا كان العنق داير ما كتجيش فيه الزواقه، خصوصا اذا كان العنق في، اذا كان العنق في تخدجي فيها الزواقه، اذا كان داير ما كتجيش فيها، تقدري تخدميها بيدك عاديه، هادي مخدومه بالماكينه. ركزوا معايا شنو غنقول لكم هنا بزاف في الكانفا البنات. ركزوا معايا، اول حاجه بالنسبه هاد الرشمه هادي البنات اللي كتشوفوا هاد السواقه، يعني من هاد السواقه لهاد القنت حتى لهنايا كما كتشوفوا، يعني من هنا هنا يعني جوج منهم غادي يجيكم 8 سنتيم. جوج من هاد السواقات غايجيكم 8 سنتيم ديال الطول ديال الكانفا، انتما غتقطعوا 39 او 40 سنتيم على حسب باش تنشبوا. وفي العرض عندنا 7 سنتيم، في العرض عندنا 7 سنتيم صافي. حاجه وحده باش غنجيبها لكم نيشان باش ما تلقاوش شي مشكل. بالنسبه 7 سنتيم البنات هانتوما ركزوا معايا شنو غنحسب لكم. هانتوما فاش درنا 7 سنتيم غتلقاو المربع كبير، غادي نلقاو 33 مربع كبير. هانتوما 33 غتحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 يعني 16 هو هذا. هاد 17 هو النص ديال الرشمه ديالي. هنا فاش غاتجيني الخياطه من هاد 17 عاوتاني فاش غنحسب غنبقى 17 عاوتاني هنا، يعني هذا هو النص ديال الرشمه ديالنا. باش غادي نشرح لكم ركزوا معايا باش تجيكم رشمه في الوسط. يعني فاش غديروا الكانفا نتوما غتقطعوا 33، حسبوا نتوما 33 مربع و 33، يعني فاش غتحسبوا 17 هذاك 17 دوزوا به الخيط قبل ما تنشبوا، دوزوا عليه الخيط وهذاك تنشب يجي في وسط الخياطه اولا جيبوها في الوسط ديال الجلابه ديالكم. المهم باش نشرح لكم مزيان غادي نجيب الجن باش غنوريكم خاصه الرشمه تجيني في الوسط. هانتوما الويزه ديالي، انا جيت هنا باش نبدا معكم ان شاء الله الرشمه. هنا هاد كيما طلعنا ب 17، هاد 17 البنات ركزوا معايا الله يسهل عليكم. شتو البنات هاد كيما كتشوفوا 17، من هاد 17 ركزوا معايا الله يعطيكم الستر غنحسبوا غير المربعات كبار باش كتجيكم رشمه هي هذيك. الله يعطيكم الستر ركزوا معايا، من هاد 17 اللي كنا طلعنا غنحسبوا واحد المربعات كبار، غتحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ركزوا معايا خرجتها في 13. هنا عاد غنبدا الخدمه ديالي، غنحاول نقعد نشرح لكم ونزيد نوضح لكم مزيان. ركزوا معايا البنات، يعني الكانفا فيها 7 سنتيم فاش حسبنا المربعات فيها 13، فاش غنطلعوا 17، يعني في هاد 17 هو النص ديالنا. هاد النص ديالنا البنات غادي نجي نحسب 13 منها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. غنخرج الابره ديالي هنا 13 صافي، وغنوريكم الالوان اللي غنحتاج. بالنسبه للالوان البنات خديت الالوان تقريبا اللي كاينين في الرشمه، يعني حاولت غير نوريكم باش يتبان لكم وصافي. هادو هما الالوان تقريبا اللي كاينين هنا درتهم هنايا. بالنسبه للبسه اللي كانت لابسه من غير هذه اللون الالوان تقريبا بحال بحال. المهم دابا غادي نبداو على بركه الله. هنا كما قلت لكم غادي نخرجوها في 13، ها هي 13. ركزوا معايا وغادي نكبر لكم الكاميرا ان شاء الله. هانتوما الويزات ديالي، انا خرجت كل ما كنقول لكم طلعنا في 13، انا خرجت الابره ديالي ها هي. هنا ركزوا معايا وثبتوا معايا مزيان، غادي نهبط 1 2 3 4 5 6 7 هكا، غادي نهبط 7 هكا. ركزوا معايا، نجي حداها في جنبها نيشان نخرج الابره ديالي هكا، كذلك غادي نهبط ب 7، غنضرب واحد المسافة غنضربوها، يعني غنضرب 51 غرزة بحالها نفس، يعني غنتبعو هاد السطر هذا
51 غنهودو دائما بسبعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة، غير باش نختصر لكم شي شوية باش نحاول ما أمكن ما يجيش فيديو طويل. كذلك نجي الجنب ديالها هكا، لاحظوا معايا جنبها ويكون نفس العبار، ماشي وحدة داخلة في الجنب وحدة، ونهود بسبعة هكا. هنا البنات باش نستغين يعني نحاول يعني ما نديرش الفيديو طويل، هنا عندنا 51 غرزة، غنضرب 51 غرزة ونرجع معكم. انتم الويزات ديالي كما كتشوفوا انا وصلت 51 غرزة. دابا لاحظوا معايا اشنو نديرو باش نهودو، غنجي الغرزة الاولى اللي درناها غنحسبو منها، شوفوا هاد الغرزة الاولى غنهبطو واحد جوج ثلاثة نخرجها في الثالثة، يعني هاد الخدمة كنحسبو الكبير والصغير، يعني مربع الخط رقيق والغليظ في خط رقيق. غنخرج ليبرة ديالي من هنايا، يعني حسبنا واحد جوج ثلاثة، هنا ثلاثة غنحسبو غنخدمو ونهودو، غنحسبو واحد جوج ثلاثة هاكا، يعني نفس اللون اللي خدمت به. غنهبط لتحت تحت منها مباشرة، غنبقى نزيد الخيط حتى نوصل سبعة، واحد جوج ثلاثة هاربعة، يعني حتى غنوصل سبعة وعاد نبدا نهبط نيشان، يعني غنهبط نفس العدد. حنا دابا كنزيدو خصنا ضروري نكبرو الخدمة ديالنا. هنا غنعاودو نحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة، غادي نجي نخرج ليبرة ديالي هنا، غادي نحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ها ستة، يلا وركزو معايا هنايا الله يسهل عليكم. نهبط تحت منها مباشرة هكا، غادي نجي نحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني هانتوما واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة، هذا هو العدد يعني العبار الكبير اللي غنحتاجو. كذلك نجي تحت منها مباشرة هكا، حتى هادي غنديرو سبعة هكا، غادي نحسبو سبعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة. البنات بالنسبة لهاد الغرزة سبعة غادي نديرو 19 غرزة، نهود منها تحت منها مباشرة 19 غرزة، فاش غنحسبو كلشي بخطرة بهادو اللي بدينا كنكبرو غادي نلقاو 23، يعني غنحسبو عاوتاني سبعة هكا، غادي نهبط 19 ونرجع معكم. ركزوا معايا، يعني 19 يعني بهادو غنحسبو كلشي بخطرة 23، صافي نهود ندير 19 غرزة ديال سبعة ونحبس. انتم الويزات ديالي كما كتشوفو هبط من هنايا، يعني من واحد من الغرزة اللي فيها ثلاثة حتى الغرزة هنا 23، يعني مي كنضربو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة وكنوصلو سبعة، هاد سبعة كنضربو منها 19 غرزة، ولكن في المجموع 23 من البداية. هنا أشنو غادي نعاود نخرج ليبرة ديالي هنايا حداها ها فينا، يعني في الثالثة اللي ديجنا غنعاود نكبر ليكم باش نزيد نوضح ليكم. هنا الغرزة اللي فيها حسبنا واحد جوج ثلاثة، هنا غنخرجو ليبرة ديالي هكا، ركزو معايا عافاكم. هنا شنو غنديرو؟ غنحسبو سبعة، غنجي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة هكا، ونخرج ليبرة ديالي حيت غادي نديرو في بعد نهودو. غنجي الغرزة اللي تحت منها ثلاثة، غنجي نخرج ليبرة ديالي حداها هكا نفس الغرزة، يعني الغرزة اللي حسبنا فيها ثلاثة غنخرج ليبرة ديالي هكا. هنا غادي نمشيو نحسبو سبعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها سبعة هاكا، نفس الطريقة غادي نهودو الغرزة اللي فيها عاوتاني أربعة، غادي نخرج ليبرة ديالي في نفس العين هاكا، وحنا غاديين غنحسبو سبعة هاهي سبعة، نفس الطريقة غادي نجي عاوتاني الغرزة اللي فيها خمس ستة هاكا، حنا غاديين يعني حتى هانتوما الغرزة فيها ثلاثة وربعة وخمسة هادي ستة، حتى هي غنحسبو سبعة، يعني كنخرجو في نفس الغرزة غادي نحسبو ها سبعة هاكا. نجي عاوتاني الغرزة اللي ضربنا فيها الغرزة السبعة، هي هادي باش هبطنا 19 غرزة في نفس العين، غادي نخرج ليبرة ديالي في نفس هاكا وغنحسبو سبعة، واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة ها سبعة. لاحظوا معايا دابا شنو غنديرو هنا، هنا غادي نجي تحت منها، يعني هنا غنجي تحت من الغرزة سبعة وغندخل بخيط، ركزوا معايا الله يسهل عليكم. هنا غادي نحسبو سبعة ها سبعة، يعني من البداية عندنا 18 غرزة، غنهودو ونديرو 18 غرزة، نجي كذلك تحت منها وندخل
بخيط هكا. غادي نحسبو سبعة هكا، كنحاول غير نقول لكم ولكن نتوما حسبوا نص الطريقه. نجي تحت منها، ها هي تحت منها كما كتشوفوا، وغندخل بخيط. حاول باش ما يتشفت لياش غندخل بخيط هكا. هنا غادي نحسبوا كذلك سبعة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، يعني غندير 18 غرزة من البداية، يعني من الأول غنحسبوا 18 غرزة ورجع معكم. هانتوما البنات هذه غرزة 18، يعني 18 هكا. لاحظوا معايا مزيان هنا شنو غنديروا، غادي نجي تحت منها مباشرة وغندخل بخيط. ركزوا معايا مزيان، هنا البنات غنحسبوا 11، عقلوا غنديروا 11، يعني اخر غرزة 18 هنا غنهودو تحت منها ونجيو الجنب ديالها. غنحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ها 11. هنا ركزوا معايا الله يسهل عليكم، ركزوا معايا 11. هنا غنجي تحت منها هكا غنقص بخيط، راه حقاش الرشمه ديالي خصها تجيني هنا نيشان. غادي نجي تحت منها ها هي ونقص خيط، هنا غنقص خيط من اليمين ومن اليسار، يعني عندنا الغرزه الكبيره 11، هذه غنحسبوا 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يعني كنقصوا خيط من اليمين وخيط من اليسار. كذلك غنجي تحت منها ونقص خيط هكا، نقص خيط. هنايا عندنا يعني الغرزه الثالثه هي 7، غادي نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7، كنقص خيط من اليمين وخيط من اليسار هكا، نتمنى يكون واضح. نجي عاوتاني كذلك تحت منها ونقص خيط هكا، عندنا 5، غنحسبوا 1 2 3 4 ها 5، يعني اخر غرزه هي 3. نجي تحت منها ونقص خيط، لاحظوا مزيان وسمعوني الله يسهل عليكم. غادي نحسبوا 1 2 3 هادي هكا، يعني اخر غرزه ها نتوما كما كتشوفوا كنمشيو نيشان. دابا غندير خيط جديد باش نكمل معكم نفس الطريقه، باش هبطنا غنطلعوا ونهودوا بحال هادي، غنديروها هنايا غادي تجيني على شكل ام. صافي ندير خيط وانا معكم. هانتوما البنات كما كتشوفوا، هانتو لاحظوا معايا الغرزه الاخيره اللي كنا درنا 7 فاش درنا 11، هنا هاد 11 هادي غادي نجي فوق منها ونخرج الابره ديالي في جنبها. فاش غنحسبوا غنلقاو 7 غنلصقوها مع 7، مع 7 هادي 18 الغرزه الاخيره، غنجي فوق هادي غرزه 11 ونزيد خيط هكا. غتحسبوا غتلقاو 7، 1 2 3 4 5 6 ها 7، شفتوا هكا. نطلع كذلك فوق منها ونزيد خيط، غنحسبوا 7، 1 2 3 4 5 6 ها 7، يعني حنا دابا غاديين وكنطلعوا. كذلك غنجي فوق منها ها هي فوق منها غنزيد خيط، غادي نحسبوا 7، 1 2 3 4 5 6 ها 7 هكا 7. من هاد 7 غادي نطلعوا 18 الغرزه البنات ونحبسوا، غنطلعوا 18 الغرزه ها هي من هادي. لاحظوا معايا سمعوني مزيان، من الغرزه الاولى يعني الغرزه اللي ضربناها 11 اللي فوق منها 7 الاولى، يعني هاد 7 هادي غنضربوا 18 غرزه ونحبسوا باش نكمل، يعني 18 الغرزه راه غتجيني حتى لهنايا ها فينا. صافي المهم طلع 18 الغرزه ونجي، يعني ها نتوما غنجي فوق منها ومشي جنبها هكا وغنحسب 7. هانتوما 1 2 3 4 5 6 ها 7. صافي هنا دابا شحال ضربت، ضربت 1 2 3 4، 4 غادي نكمل 14 غرزه ونحبس. لاحظوا معايا البنات سمعوني شنو كنقول لكم، الغرزه اللي ضربنا فيها 11 غنجي فوق منها نزيد خيط وغنضرب 7، يعني هاد 7 هادي اللي غنلصقها مع 7 اخرى منها غنبدا نحسب 1 حتى نحسب 18، يعني حتى غنوصل ها فينا ونفص مع هذه بحال هكا. صافي ونرجع معكم. هانتوما الوزات ديالي كما كتشوفوا وصلت ل 15، هانتوما عفوا 18 الغرزه، ها هي 18 جاتني معها نيشان. لاحظوا معايا الغرزه اللي كملنا فيها 18 هي هذه، غادي نجي نحسب الابره، نحسب واحد من هاد الغرزه 18، 1 2 3 بحال اللي بدينا من هنايا هكا،
غادي نجي تخرج لي برا ديالي وغتجيني تحت مع الغرزة الأخيرة ديال 51. هيا نحسبو 1 2 3 كيما بدينا، 1 2 3 وخرجنا لي برا حسبنا 1 2 3، هي هادي نحسبو 1 2 3 غنخرج لي برا ديالي هنايا، راه نفس الحساب لي عندنا هنا هو هنايا هكا، وغادي نحسبو 1 2 ها هي 3 كيما درنا هنايا هكا، وغادي نهودو تحت منها، وحنا كنهودو وكنزيدو غرزة هبط منها مباشرة تحت منها، غتحسبو 1 2 3 4 نهبط كذلك تحت منها نيشان، يعني كنحصلو على ترشمة على شكل ام، غادي نحسبو 1 2 3 4 5 الغرزة ملي كنوصلو للكبيرة 7 كنهودو نيشان، غادي نجي كذلك تحت منها عندنا 1 2 3 4 5 ها 6 هي هادي، كنلصقو مع الغرزة اللي خدمنا، نهبط كذلك تحت منها هكا، غادي نحسبو 7 1 2 3 4 5 6 ها 7، هاد 7 اللي غنضبطها دابا غادي نهبط بتحت منها 19 غرزة، يعني 19 غرزة في نفس 7 ديال العوينات، يعني باش نشرح ليكم، يعني هانتوما غادي نحسبو 1 2 3 4 5 6 ها 7 صافي، هاد 7 غادي نهودو منها 19 باش تجينا نيشان، خصها تجينا نيشان مع هادي هاكا صافي، غادي نحاول نكملها نهبط بها 18 ونرجع معاكم باش تشوفو هانتوما الويزات ديالي انا وصلتها، ركزو معايا انا غنخدمو عاوتاني هنايا، غادي نجي الغرزة الأخيرة اللي عندنا فيها 18 هي هادي، يعني المجموع كله هو 23، هنا من 23 غنحسبو، يعني 23 هاد البنات من هاد الصغار، ولكن في 7 كنحسبو 18، ولكن المجموع كامل 23، من هاد 23 غنحسبو 1 2 3 نخرج لي برا ديالي، هنا درت لون آخر هكا، كذلك تا هنا غادي نهودو البنات ب 7، غنحسبو 1 2 3 4 5 6 ها 7، غادي ندخلها هنا هكا ونخرج لي برا ديالي. غنجي الجنب ديالها هكا من الجهه ديال اليمين، نجي جنبها ونهبط بخيط هكا، وغادي نهبطو حتى هي ب7، غنحسبو 7 6 ها 7 هكا، نجي كذلك الجنب ديالها ونهبط بخيط، يعني الخيط اللي هبطناه هنايا كنزيدوه لتحت، دائما هودو ب7، نكبر ليكم باش يبان ليكم، هنا كذلك غنهودو ب7، 1 2 3 4 5 6 ها 7 هاك، نجي كذلك الجنب ديالها ونهود بالخيط، يعني جنبها هو يعني في السطر ديالها ونهبط بخيط هاكا، غادي نهبط ب7، عندنا البنات غادي نهبطو ب 11 غرزة صافي، غندير 11 ونرجع معاكم، هانتوما غندير الغرزة 11 هي هادي، هيا غرزة 11 دائما كنهوتو ب7، هنا عاوتاني نفس الطريقة البنات، اشنو غنديرو؟ غنجي الجنب ديالها غنولي نخرج لي برا ديالي من التحت، نجي الجنب ديالها من التحت ها هي ونطلع بالخيط هاي، كذلك غنطلعو ب7، 1 2 3 4 5 6 ها 7 هكا، نجي عاوتاني الجنب ديالها ونطلع بخيط هكا، كذلك غنطلعو ب7، نحسبو 1 2 3 4 5 6 ها 7، نجي عاوتاني الجنب ديالها هاهي جنبها ونطلع بالخيط هنا، اشنو البنات من هادي 11، من هاد 11 عاوتاني غنحسبو منها منها لو يعني نحسبو هي وحده ونطلعو 11، يعني هادي الاولى ونحسبو 11 غرزه ونهبطو، يعني غنطلعو 11 غنحسبو بهادي نطلعو ب 11 ونرجع معاكم، هانتوما الويزات انا وصلت هاهي الغرزه 11 هاكا، غنطلع ب7، 1 2 3 4 5 6 ها 7، ركزوا معايا عافاكم فيها، هنا ملي كنوصلو عاوتاني 11 غنجي نخرج لي برا ديالي من الفوق، غنجي فوق جنبها ونهبط بخيط هاكا، غادي نهبط ب7، 1 2 3 4 5 6 ها 7 هاكا، نجي عاوتاني الجنب ديالها هاكا ونهود بخيط، غادي نهبط ب7، أنا هبطت ب7 هاكا، عاوتاني دائما هاد 11 هادي الاولى غنحسبو بها الاولى ونهبطو عاوتاني 11 بهادي، غنحسبو 1 2 3 ونهودو 11 صافي باش ما يجيكناش الفيديو طويل، غنهودو ب 11 فاش غنوصلو الغرزه 11 غنطلعو عاوتاني ونهودو، ولكن دائما الغرزه غادي تجيني
مع هذه نيشان، يعني فاش غنهبط ونطلع ونهبط اخر غرزه تجيني نيشان مع هذا السطر هذا. خص الخدمه رشمه تكون عندنا متقونه. صافي دابا غادي نحاول نهبط شويه هكا، نجي جنبها ونجي نهبط بخيط هكا وغنهبط لتحت. هيا نحسبوا سبعه، دائما كنحسبوا سبعه، نخدم 11 ونرجع معكم. هانتوما الويزات ديالي، انا وصلت الغرزه 11، ها هي كما كتشوفوا، ونحسبوا سبعه هكا نفس الطريقه. هانتوما كتجيني نيشان، هانتوما هذه ما خصناش نفوتوها عاوتاني، شفتوا ها هي جايه نيشان. هنا اشنو غنديروا؟ غنجي ولي نخرج الابره ديالي دائما لتحت بحال هكا، نجي لتحت نجنبها ونطلع بخيط هكا ونطلع عاوتاني نحسبوا سبعه، 1 2 3 4 5 6 ها سبعه هكا. نفس الطريقه البنات، غنطلع نجي الجنب ديالها هكا ونطلع بخيط، غنطلع حتى هي ب 11. دائما كنبداو هذه 11، نطلع ب 11، فاش غنوصل 11 عاوتاني غنهبط 11، وما غاديش تفوتوا هذا السطر البنات. المهم انا غنوصل هنا باش نقول لكم ما خصكمش تفوتوا هذا السطر هذا اللي خدمناه. صافي نطلع 11 فاش غنوصل 11 وغادي نسد اخر غرزه تجيني انفص مع هذه كما البدايه حتى النهايه. المهم نطلع ب 11 ونرجع معكم. هنا وصلت البنات 11 الغرزه، ها هي هانتوما دائما توا كيجينا في سطر واحد، شفتوا. هنا دابا غنهود، غنجي جنبها ونهبط بخيط، انا جيت الجنب ديالها هو هذا، غنهبط بخيط هكا وغنهود بسبعه، نحسبوا 1 2 3 4 5 6 ها سبعه. هنا كذلك حتى هي غنهود 11 غرزه، كنوليو نحسبوا هذيك 11 هي الاول، هي يعني هو الاول، نحطو بسبعه هكا، نجي الجنب ديالها نهبط بالخيط ونهودو بسبعة الغرزات هكا، سبعة الغرزات شتو. غادي نوصلها هانتوما غتشوفوني اخر غرزة هي 11، غتشوفوني فين وصلت، نهبط نوصلها 11 ورجع معكم. هانتوما البنات هادي غرزة 10، هيا نحسبو سبعة هكا، هيا غرزة 11 اخيرة، غنجي جنبها ونهبط لتحت هيا، شتو هيا غادي تجيني كما بغيت باش نوريكم. هيا جاتني الغرزه 11 ها هي، والاخر ديالها ما تفوتش هاد السطر، هيا باش نحسبوا سبعه هيا، شفتوا. هادشي اش انا بغيت نقول لكم، خصكم تركزوا باش ما خصكمش تفوتوا هاد الخدمه هادي اللي خدمت معاكم، سواء الاولى اللي فيها 51 وهذه ما خصكمش تفوتوا الطرز. هادشي انا قلت لكم تبعوا معايا غير بشويه، ما غاديش خصنا نفوتوا لا من هاد الرشمه من هناك حتى الطرزات اللي غادي يجينا، غيجينا يعني سطر واحد، وحتى هذه اللي خدمت معكم ما تفوتوهاش. صافي ها نتوما كما كتشوفوا ها هي نيشان. صافي دابا غادي نعقد الخيط وندير لون اخر باش نوريكم العمار التعمار هنايا، ما تمشيو فين هانتوما الويزات ديالي. دابا انا خديت لون اخر، ركزوا معايا، هاد الغرزه 11 غادي نجي منها ونحسب 1 2 3، يعني غنطلع 1 2 3، عقلوا معايا، الغرزه 11 غنطلع نحسب 1 2 3، غادي نجي هنا في هاد الثالثه غنحسب 1 خرجها في الثانيه هكا. درت لون اخر كما كتشوفوا الغوز، هاد غير اللون البنات في يعني يعني فيديو يعني مباشره، ماشي هو التصوير، التصوير ما كيعطيش حق ديال التصوير الصراحه. اللون 1 2 3، ركزوا معايا، خرجتها طلعت 1 2 3، ومن هاد الثالثه حسبت 1 2، خرجت الابره ديالي في الثانيه. دابا غنحسب 1 2 3 هكا، يعني التصوير ما كيعطيش حق بصراحه اللون. دابا غنطلع فوق منها مباشره وغنزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار، ركزوا معايا ها نتوما، غادي نبقاو 5، 1 2 3 4 5، يعني كنزيدو غرزه في اليمين واليسار هكا. غنطلع عاوتاني فوق منها مباشره نزيد خيط في اليمين وخيط في اليسار، ايوليو عندي سبعه، غادي نحسبو 1 2 3 4 5 6 ها سبعه. نفس الطريقة غنطلع فوق منها مباشرة غنزيد خيط هنا في اليمين وخيط في اليسار، غتولي عندي تسعود، 1 2 3 4 5 6 7 8 ها تسعود. نفس الطريقة غنطلع عاوتاني فوق منها مباشرة نزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار، غيولي عندي 11، نحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ها 11. نفس الطريقة غنطلع فوق منها مباشرة نزيد خيط ليمن وخيط في اليسار، يوليو عندي 13، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ها 13.
نفس الطريقه، نجي فوق منها نزيد خيط، طلع فوق منها نزيد خيط كما كتشوفوا في اليمين وخيط في اليسار، ايولي عندي 15. غادي نحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ها 15. هانتوما الغرزه ديالنا كتوصل 15، ما يمكنناش نزيدو كثر باش ما تبناش واحد المسافه كبيره نهائيا. صافي، هنا نفس الطريقه، غادي نجي هنايا غادي نعقد الخيط، ندوز الخيط تحت من هاد الخدمه هادي، من تحت منها عاد نبدا نكمل الخدمه ديالي. هانتوما البنات نفس الطريقه دائما. عاوتاني هاد الغرزه 11 اللي كتشوفوا، غادي نجي منها نحسب 1 2 3، نخرج لي هاد الثالثه غنحسب 1 2. صافي، الغرزه 11 غنهبط 1 2 3، وهاد الثالثه غنعاود نحسب 1 2، ونخرج لي بلاد ديالي. ها فينا نفس الطريقه باش خدمنا هادي، غادي نجي هنا نحسب 1 2، نخرجها في الثالثه هكا. نفس الطريقه غادي نهود من تحت منها نيشان كما كتشوفوا، ونزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار. بهذه الطريقه غنحسبوا 5، 1 2 3 4، ها 5. عاوتاني نجي تحت منها ونزيد خيط اليمين وخيط من اليسار، عندي 7. غادي نحسبوا 1 2 3 4 5 6، ها 7. حنا طالعين وكنزيدو، نجي عاوتاني تحت منها ونزيد خيط، خيط من اليمين وخيط من اليسار، ايولي عندي 9. نجي عاوتاني تحت منها نزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار، هنا غنوليو عندي 11. يعني بحال الخدمه اللي درنا، نجي عاوتاني هنا تحت منها نزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار، غتولي عندي 13. غنحسبو غنلقاو 13. صافي، الغرزه الاخيره هي 15، نجي عاوتاني تحت منها ونزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار، فاش غنحسبو غنلقاو 15. صافي، هادي اخر غرزه كبيره هي 15، ممكنناش نزيدو كثر. نفس الطريقه غنعمروهم بحال هادي، صافي بحال بحال. غنجيو من الغرزه 11 نحسبو 1 2 3، وهاد الثالثه غنحسبو 1 2، نخرجو لبلا ديالنا ونخدمو، نكملها ونرجع معاكم باش نخدمو هادو. انتوما الويزات ديالي كما كتشوفوا نفس الطريقه هنايا، لاحظوا معايا الغرزه اللي حسبنا 7 يعني موراها 11، غادي نجيو من هاد الغرزه 7 اللي جاو ملاصقين غنحسبو 1 2 3، من هاد الثالثه غنحسبو 1 نخرجها بالثانيه هاك، وغادي نبداو الخدمه ديالنا. غادي نجيو نحسبو 1 2 3 هاكا، نجي عاوتاني فوق منها نيشان نخرج لي بلا ديالي، غادي نحسبو 1 كذلك 2 3، هنا غنطلعو ونبقاو نزيدو، غنجي فوق منها نزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار، غتولي عندنا 5، 1 2 3 4، ها 5 هكا. غنطلعو تاني فوق منها ونزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار، هنا غنطلعو نيشان البنات. صافي، غنطلع نيشان، تجي فوق منها، غادي نبداو نطلعو دائما. هانتوما 1 2 3 4 5 6، ها 7. صافي، غنبدا نطلع فوق منها نيشان نفس الخدمه، غنطلعو ب7. وحنا غاديين هكا ب7، تجي عاوتاني فوق منها، عاود نطلع فوق منها مباشره غندير عاوتاني نحسبو 7، عفوا هكا. هنا عاوتاني غادي نحسبو 9، عندنا عفوا نحسبو 7، عندنا 9 ديال الغرزه ديال 7، يعني هاد 7 هادو غنضربو منهم 9 ونحبس. هانتوما البنات انا وصلت 9 الغرزه، هنا ملي غادي نرجع فوق ونقص، يعني نطلع فوق منها نقص خيط، غادي يوليو عندي 5. غادي نحسبو 1 2 3 4 5، نقص خيط من اليمين وخيط من اليسار، كذلك غنطلع فوق منها ونقص خيط، اخر غرزه هي 3، غنحسبو 1 2، ها 3، كنحصلو على هاد الشكل هكا. صافي، دابا اشنو غنديرو؟ هنا غادي نخدمو على حتى هاد المربع اللي درنا هنا، نفس الطريقه حتى هنا غادي يجيونا. هانتوما الويزات ديالي باش غنعمرو هنا عاوتاني هاد المثلث، غنجيو الغرزه كما كتشوفو اخر غرزه هي 23، هاد الغرزه 23 غنحسبو 1 2، اولا نحسبو الغرزه 23 طلعوا 22، هنا
يعني قبل من 23 غنحسبو واحد خرجها في الثانية، هكا غنحسبو 15 الغرزة بحال هاد الخدمة. هاد المثلث غنديرو هنايا، واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعة عشرة حداش اتناش تلتاش ربعتاش ها خمستاش. هكا دابا غنبقى نطلع ونقص خيط، نجي فوق منها ونقص خيط من اليمين وخيط من اليسار، يعني هنا 15 اخر غرزة، هادي 13 هنا غاديين وكنقصو خيط من اليمين وخيط من اليسار، طلع فوق منها نقص خيط من اليمين وخيط من اليسار، ايولي عندي 11، يعني طالعة كنقص. حسبو نتوما، انا كنقول لكم نتوما حسبو، غنطلع فوق منها نقص خيط من اليمين وخيط من اليسار، هنا غيولي عندي 9. صافي انا نقول لكم نتوما نقصوا، نطلع عاوتاني فوق منها نقص خيط من اليمين وخيط من اليسار، ايوليو عندي 7. كذلك نطلع فوق منها نقص خيط من اليمين وخيط من اليسار، غادي نحسبوا 5. هيا كذلك غنطلع فوق منها نقص خيط من اليمين وخيط من اليسار، ايوليو عندي 3. نحاول نخرجها في الوسط، هيا ايوليو عندي 3، غنحسبو واحد جوج ثلاثة. صافي هيا نفس الطريقة غنديروها هنايا، غادي نجيو الغرزة 23 يعني 22 اللي قبل 23 هنا، وغنحسبو واحد جوج، نخرج ليبرة ديالي ونحسب 15 13 11 9 7 5 3 وحنا نكملو بحال هادي، غنديرها هنايا. صافي نديرها ونرجع معكم باش ميجيش فيديو طويل. انتم البنات كما كتشوفوا انا كملت، دابا غندير معكم اللون، خديت اللون الصفر غادي باش نخدم معكم رشمه هنا. هنا الغرزه الاخيره اللي درنا ديال 11 غنجي الجنب ديالها نحسب واحد جوج ثلاثة، نخرج الابره ديالي هنا في الثالثه هكا، غادي نحسبوا 7 في هذا الجنب هذا هكا، غنجي نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، غادي نطلعوا غنجي فوق منها نيشان، كذلك غنمشيو نحسبو 7. هاد الغرزة هادي البنات غطلعو 23 طلعة، يعني غنطلعو 23 ونحبسو، غنجي فوق منها نيشان باش ما يجيش الفيديو طويل، كنحاول باش ما نديركمش الفيديو طويل، ولكن باين غندير جوج الاول والثاني حيت الرشمة باقا تبارك الله كبيرة وخص ضروري الشرح. المهم غنطلع 23 ونحبس باش نوريكم، حيت كاينه هنا كنطلعوا نيشان ولكن الزواقه فوقها كتمشي وكتقطع. المهم غادي نكملها وصلت 23 ورجع معكم. نتوما الويزات ديالي كما كتشوفوا انا طلعت 23 غرزه، هنا غنديروا الخدمه مختلفه كما راه عندنا في الصوره ديما غنخليها لكم تشوفوها. هنا الغرزه الاخيره 23 غنحسبوا واحد جوج ثلاثه، هاد الثلاثه غنعاود نحسبوا واحد جوج ثلاثه، غنخرج ديبره ديالي في الثالثه، ركزوا هنا، هنايا عندنا خدمه مختلفه شويه على الخدمه اخرى، نخرج ديبره ديالي غنحسبوا واحد جوج ثلاثه، ركزوا معايا مزيان عافاكم، دائما الحرير ما تبرموش بزاف. نجي فوق منها غنزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار، هي غتولي عندي 5، واحد جوج ثلاثة أربعة ها 5، غنطلع شوية الفوق، فوق منها غنزيد خيط اليمين وخيط اليسار، يعني غرزة أخرى هي 7، هانتوما غنحسبو 7، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها 7، هاد 7 غنضرب منها 5 المرات، نطلع فوق منها ركزوا معايا ليكم، هاد 7 نضرب فيها 5 مرات، هادي الثانية نطلع الفوق منها مباشرة هكا، دائما كنحسبو 7 فاش غنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ها 7، نطلع فوق منها مباشرة، هادي الغرزة الرابعة، الغرزة الأخيرة الخامسة هي هادي، ركزوا معايا مزيان، الغرزة الخامسة. هنا غادي نقص دابا، غادي نجي فوق منها غنقص خيط من اليمين وخيط من اليسار، هي 5، غنحسبو واحد جوج ثلاثة أربعة ها 5، غنطلع فوق منها وغنقص خيط، غتكون عندنا الغرزة 3، واحد جوج ها 3. دابا شنو غنديرو؟ دابا غنبدا نزيد، نطلع فوق منها غنزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار، لاحظوا معايا هاد الطريقة هادي، غادي نحسبو 5، واحد جوج ثلاثة أربعة
ها خمسة غنطلع فوق منها، غنزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار، هي سبعة. نحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ها سبعة. هاد خمسة غنضربو منها كذلك خمسة ديال المرات، هاد الغرزة ديال سبعة غنضربو خمسة ديال المرات. هاد الثانية، الغرزة الثالثة، دائما سبعة، ثالثة، ها الرابعة، دائما سبعة الغرزات، ها الخامسة ديال غرزة سبعة، هاي نفس الطريقة، ملي غنوصلو نديرو خمسة ديال غرزة سبعة، غنطلع ونقص خيط، طلع نقص خيط من اليمين وخيط من اليسار، غتولي عندي خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، طلع عاوتاني الفوق منها نقص خيط، خيط اليمين وخيط اليسار، غنحسبو غنلقاو ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. صافي، ها هاد الطريقه هادي غادي يجيونا ثلاثة بحال بحال، اخر غرزه غادي تجيني هنايا، نجي نطلع فوق منها نزيد خيط في اليمين وخيط في اليسار، نولي عندي خمسة. تخلي برا ديالي ها فينا كيكونوا شويه مزيرين هادو دوك الصغار، غادي نحسبو خمسة، نطلع عاوتاني فوق منها نزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار. دائما كيجينا سطر واحد هذا، شتو ما بين هاد الخدمه هادي جوج خطوطات كتجينا نيشان. غادي نخدمو سبعة، هاد سبعة نضربو كذلك حتى هي خمسة الغرزات، هانتوما كما غتشوفو، طلع فوق منا هاد تالتة، طلع فوق منا الغرزة هادي الرابعة. كتحسبو دائما سبعة، غنطلع فوق منها مباشرة عاوتاني هالغرزة خمسة ديال سبعة، هانتوما لاحظوا غادي تجينا نيشان. غنطلع نقص خيط من اليمين وخيط من اليسار، غيوليو عندي خمسة. دائما هادو كيكونوا شوية دايرينهم بحال لي دايرينهم كولا مزيرينهم هكا، غادي نحسبو خمسة، هاهي خمسة. الغرزة الأخيرة هي ثلاثة، غنطلع فوق منها نقص خيط من اليمين وخيط من اليسار، هانتوما باش تشوفو نيشان، غنحسب واحد جوج ثلاثة وغتجيني معاها نيشان، شتو؟ خاص ضروري، عفوا صحابي نتابعش الكاميرا سمحولي، شتو؟ هاهي غادي تجيني نيشان، هنا كيما كتشوفو في السطر الثاني نيشان، هاهي كيما هنا البنات هاد الخدمة اللي عندي هنا هي اللي غنديرها عاوتاني لتحت. نفس الطريقة، وهذه غنديرها الفوق، عندنا أربعة بحال بحال، يعني غنختلفوهم كما كتشوفوا في الصورة، هانتوما كاين مختلفة غير الألوان كاين نحاول نغيرهم. المهم أنا غادي نشرح لكم السطر الثاني بهذه الطريقة، ها هو باش غتشوفوا السطر الثاني، ها هو كما كتشوفوا غادي تجيني هنا هذه هنا، وفوقها غتجيني نيشان، هانتوما كما كتشوفوا يعني أربعة سطور، كل سطر غادي يكون مختلف على خوه، وهما غادي نشرح لكم دابا السطر الثاني والاخرين ديروهم يعني بحال بحال. صافي، هنا هانتوما كتشوفوا غادي ناخذ اللون الغوز هنا ونرجع معكم. انتوما البنات انا خديت اللون الزرق كما كتشوفوا في الصوره، غادي نبدا هنا غادي نخليو، لاحظوا معايا غنخليو الغرزه السابعه، غنحسبوا واحد جوج ثلاثه ثلاثه، غنحسبوا ركزوا معايا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، غنخرجها في الخامسه هكا بحال البدايه اللي غنبداو هاد الخدمه هادو، غادي يجوني ثلاثه بحال هادو، وغنحسبوا واحد جوج ثلاثه، ونطلع فوق منها ونزيد خيط كما كتشوفوا، عندنا هنايا خمسه، غنحسبوا واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، نطلع ثاني فوق منها ونزيد خيط من اليمين وخيط من اليسار، عندنا سبعه، نحسبو سبعة، سبعة غنضربو منها خمسة د المرات، غنطلع فوق منها مباشرة أو غنحسبو سبعة. نفس الطريقة ديال هاد الخدمة هادي، غتخدمو بحالها كيما كتشوفو،
عندنا ثلاثة ديال الزواقات، فاش غتوصلوا الأخيرة كما كتشوفوا غتحسبوا واحد جوج، هانتوما الغرزة الأخيرة هي هادي ثلاثة، فاش غتديروا ثلاثة زواقات هي هادي، حاسبوا هادي هي الأخيرة، غتحسبوا واحد جوج ثلاثة، وغتحسبوا واحد جوج ثلاثة، وغتبداو من هنايا غتضربوا سبعة بحال هاد، بحال هنايا غتضربوا 23 غرزة. يعني راه هادي، يعني هاد الخدمة هادي غنديروها هنا، هادي غتولي الفوق وهادي غتولي لتحت، صافي نفس الطريقة عاوتاني من هنا باش غنخدمو عاوتاني الجهة الأخرى، غتحسبو واحد جوج ثلاثة، غتبداو الخدمة ديالكم، غتبداو هادي عاوتاني هنا طلعوا نيشان، وغتخدمو هادي هنا عاوتاني غتقلبوها، غتولي هادي لتحت وهادي الفوق، يعني عندنا أربعة بحال بحال وهما مقلوبين، صافي يكون الشرح واضح. إن شاء الله غادي نكملها ليكم هاد الجزء الأول، وإن شاء الله مع الجزء الثاني. يلا انتما الويزات ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال الجزء الاول وباقي الجزء الثاني. بصراحه الله البنات انا عجبتني هاد السواقه هادي، نبقى نمشي بها هكا، مره نديرها هكا مره نهودها لتحت، يعني هاد ام جي مقلوبه من هنا. صراحه انا عجبتني هاد الشكل على اللي شفت في الصوره، ولكن غادي نطبق لكم التطبيق كامل، واللي عجبتها الطريقه اللي قلت ليها ديرها. يلا كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو مع الجزء الثاني ان شاء الله. عييت نحاول ما نديرش فيديو طويل، ولكن ضروري مع الشرح خاصني نشرح لكم بشويه باش تفهموا الدرس. يلا نخليكم مع فيديو اخر ان شاء الله.